ان شاء الله دايما وبندعي من هنا لحد يوم الخميس ان شاء الله. احنا طبعا زي ما كل ضيوفنا والمحللين وكباتن السابقين في النادي الاهلي وغيرهم دايما بيتكلموا فكره ان احنا انت بتلعب مباراه باي مباراه مباراه مباراه, مباراة. فاحنا النهارده بنركز جدا جدا في فريق الدحيل القطري, فريق مش سهل على الاطلاق ابدا بكل عناصره بكل مكوناته, فان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. كمان خلينا نتكلم في موضوع مهم جدا وهو القيمة الكبيرة للكرة الأفريقية والشرف الكبير جدا اللي بيحققه النهاردة النادي الأهلي المصري والقارة أفريقيا كلها. مصر النهاردة بتمثل القارة كلها بتواجده في البطولة العالمية الكبيرة دي وسط أبطال العالم كله. يعني كفاية أنت النهاردة أنت رايح تشوف أسماء الفريق المشاركة في البايرن ميونخ بطل الدوري وبطل أوروبا اللي ما سابش أي بطولة السنة اللي فاتت وكسب برشلونة بحاله 8. النهاردة كمان تجريس أونال المكسيكي مشارك في البطولة بطل أمريكا الشمالية طبعا والكونكاكاف, والسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية وقارة آسيا طبعا والدحيل القطري فريق صاحب الأرض طبعا وممثل البطولة اللي بيضم عدد كبير جدا من اللعيبة الكبار زي ما احنا قلنا, معاهم كمان بطل أمريكا الجنوبية من الفريقين البرازيليين الكبار قوي سانتوس وبالميراس, وده طبعا زي ما احنا قلنا وسط فرق كبيرة جدا مشاركة, ودي الأسماء المرعبة دي الأهلي يعني جاهز بكل قوة للبطولة وبيخوضها بطموحات كبيرة جدا وجاهز أن يكون سفير فوق العادة للكرة المصرية والإفريقية زي ما قلنا.